ولد مايكل في عام 1957، وكان الابن الثاني لعائلة مايلز بعد أخته الكبيرة جوتس. وفي عام 1963 صار عمره 6 سنوات، وهو كان طفل بريء مثل غيره، لكن براءته ما ظلت لمدة طويلة. وفي شهر أكتوبر بتحديدا يوم 31، واللي كان يصادف عيد الهالوين، ارتكب مايكل جريمة بشعة. أخذ توجه على غرفة أخته الكبيرة جوتس وبدون أي رحمة أكثر من 6 طعام، وبعد ما خلص طلع برا البيت، ولكن فجأة واجه أمه وأبوه. لكن الصدمة الكبيرة يوم ما شاف يد مايكل. بسرعة توجهوا للبيت عشان يتأكدوا من بنتهم، لكن اكتشفوا أنها ضارت الحياة داخل البيت. وإذا كنت أول مرة تشوفني، أنا اسمي محمد، صانع محتوى وابتدأ على اليوتيوب. أتمنى منك يا عزيزي المشاهد أنك تدعمني بلايك، تسوي لي اشتراك، وتفعل جرس التنبيهات على الكل يصلك كل ما هو جديد، لأنه هذا الشيء يحفزني أن أنزل مقاطع أكثر وينشط القناة في وقت أسرع. وما نطول عليكم، ويلا نبدأ. وأخذوه إلى قسم حماية المجتمع، وكان المفروض يحكمون عليه بجريمة القتل من الدرجة الأولى، لكن المحكمة تساعدت معاه عشان أنه كان لسه طفل صغير. بدل ما يرسلوه للسجن، أرسلوه لمصحة معالجة الأمراض النفسية، وكان اسم المصحة سميث جرو. وكان الطبيب النفسي المسؤول عن حالة مايكل كان اسمه الدكتور سامير لوميس، وقعد مايكل في المصحة لمدة 15 سنة إلى أن صار عمره 21 سنة، وهذا السن عنده يعتبر السن القانوني. وهذه المرة المحكمة طلبت مقابلة مايكل لأول مرة كشخص بالغ، وخاصة بعد بلوغ سن 21. ويوم توجه الدكتور مايكل هو ومرضته إلى المصحة علشان يأخذون مايكل للمحاكمة، تفاجأ أنه شافوا أغلب المرضى النفسيين متواجدين في الساحة الخارجية للمصحة. وفجأة هاجم مايكل الدكتور والممرضة، وقدروا أن يسرق السيارة منه وأنه يهرب إلى خارج المصحة. وبعدها اتجه إلى المدينة وقابل شخص كان يعمل ميكانيكي، وللأسف تخلص منه وأخذ ملابسه، ولكن كان في شيء ناقصه، والشيء هذا هو القناع علشان يرتكب باقي جرائمه، مثل أول جريمة ارتكبها بحياته، وكانت وجهته الثانية اللي هي محل الأزياء التنكرية. ومن هناك أخذ القناع الأبيض المشؤوم. وفي نفس الوقت كان الدكتور يتبع آثاره ويلحقه من مكان إلى مكان ثاني، لكن مايكل كان ذكي وكان يحاول أنه يخفي نفسه، واتجه إلى بيته القديم وتخبى هناك لمدة أيام. وفي نفس هذيك الفترة كان في بنت اسمها لوريا، واللي كانت طالبة في أحد المدارس الثانوية. طبعا لوريا كان أبوها موظف عقارات، في يوم من الأيام طلب منها أن تحط مفتاح عند أحد البيوت اللي كان بيبيعها، وصادف هذاك البيت أنه يكون بيت مايكل القديم. وشاف مايكل لوريا وكانت تذكره بشيء، واللي هي أخته اللي توفت اللي كان اسمها جوتس. في يوم من الأيام طاردها بدون ما تدري إلى البيت اللي كانت تشتغل فيه كمربية، صديقتها اللي كانت تشتغل في نفس المهنة، وكانت تعمل ببيت قريب من البيت اللي كانت تعمل فيه لوريا. وفي يوم من الأيام كانت جالسة في السيارة بدون ما تنتبه، هجم عليها مايكل، وللأسف قدر إنه يتخلص منها. كان في ضحايا ثانيين من أصدقاء لوريا، وكانت أكبر غلطة إنه ارتكبوها بحياتهم إنهم دخلوا بيت مايكل، وبدون ما يدرون هجم عليهم وقدر إنه يتخلص منهم. وبعد دقايق طفى أنوار البيت بالكامل علشان يجذب لوريا إنها تتوجه للبيت، وللأسف لوريا وقعت في الفخ. ويوم توجهت للبيت ودخلت، اكتشفت إنه جميع أصدقائها وبدون ما تنتبه هجم عليها مايكل، وقدر إنه يجرحها وظهرت للدور الأرضي، وقدرت إنها تهرب وتتوجه للبيت اللي كانت تشتغل فيه. ومايكل كان لسه يطاردها وكان يحاول إنه يتخلص منها، ولكن بعد ساعة طويل قدرت إنها تضرب مايكل بعينه بآلة حادة، وضاحت من يد مايكل وقدرت إنها وبعدها مايكل طاح على الأرض. طبعا توقعت لوريا إنه مايكل توفى، لكنها كانت غلطانة، لأنه مايكل ما كان كأي شخص عادي، كان قوي وصعب إنه أحد يتخلص منه. قدر بسرعة إنه يرجع لوعيه ويمسك لوريا، وبحركة ذكية بدون ما ينتبه مايكل قدرت إنها تسحب قناعه، وهذا الشيء سبب للتوتر لمايكل. وبالنسبة له كان لازم يلبس قناعه قبل ما يرتكب أي جريمة، نفس الشيء لما سواه هو صغير مع أول جريمة له لما كان لابس قناع مهرج. نفس الوقت اللي لبس فيه القناع بدون ما يدري هجم عليه الدكتور أكثر من 6 مرات، وبعدها طاح لبلكونة البيت. ولما قرب الدكتور من البلكونة طل واكتشف ان مايكل اختفى، ورجع مايكل وتخبى ببيته القديم. لكن الشرطة اقتحموا المكان وقعدوا يدوروا عليه، وبدون ما احد ينتبه هجم مايكل على احد افراد الشرطة واستخدموا كرهينة، ولكن الشرطة الثاني تهور
زميله بالغلط، وهذا الشيء تسبب بإصابته. وبعدها ترك مايكل الشرطي الآخر قاعد يمشي بهدوء، وهو كان متجه إلى خارج البيت انصدم بعدد كبير من أفراد الشرطة، وقدروا أن يفقدوا الوعي وألقوا القبض عليه، وفي هذه المرة أرسلوه إلى السجن. بعد مرور زمن من اعتقال مايكل، اكتشفت لوريا أنه ابن متبناه، والعائلة اللي كانوا عايشين معاه طول هذيك الفترة للأسف طلعوا مو عائلتها. بصدمة كبيرة لما اكتشفت أن اسمها الحقيقي لوريا مايل، يعني مايكل مايز يكون أخوها. في كل مرة كان مايكل يحاول أنه يغرب كان يبحث عن الدمار والتخريب، خاصة أنه حابب يدمر حياة أخته لأنها هي الناجية الوحيدة ما بين الناس اللي قدر يتخلص منهم، وهذا الشيء سبب لمايكل الضعف. كان هدفه الوحيد أنه ينتقم منها، وكان مايكل يحاول الهرب في كل يوم هالوين. طبعا ممكن في ناس تسأل ليش، لأنه هذا اليوم يعتبر له يوم مميز، لأنه هذا اليوم ارتكى فيه أول جريمة بحياته. والسؤال اللي كان محير الكل، ليه مايكل كان يحب يمارس القتل؟ إلى حد اللحظة في أربع نظريات ما في غيره، ممكن تكون واحدة من النظريات تكون هي الصحيحة وممكن تكون ولا واحدة منها. والنظرية الأولى تقول إنه مايكل هي لعنة، وهذا يفسر قوة مايكل وتحمله للأضرار اللي مرات تكون مميتة. والنظرية الثانية تقول إن مايكل مصاب بمرض إدعاء كاتاتونيا ومسماه بالعربي الجمود، وهذا الشخص اللي يكون مصاب بالمرض يكون إنسان مو واعي للأشياء اللي تدور حوله، ومشاعره تكون جامدة ونادرا ما يتكلم أو يتحرك بسرعة، هذا الشيء يفسر بطء مايكل في الحركة. والنظرية الثانية تقول إنه إهمال جوتس لأخوها مايكل في فترة غياب أمه وأبوه، هذا الشيء تسبب له بكره لها عشان كانت ما تعتني فيه. والنظرية الثالثة تقول إن الدكتور النفسي اللي مسؤول عن حالة مايكل اللي كان اسمه ساميوال لوميس كان مهمل جدا للطفل مايكل. والنظرية الأخيرة ما هي منطقية بالمرة فما راح أقول لكم هي، لكن أقرب نظرية بالصحة النظرية الأولى بالنسبة لي. وإلى هنا نوصل لنهاية المقطع. أتمنى منك يا عزيزي المشاهد إنك تدعمني بنفسك وتسوي الاشتراك وتفعل جرس التنبيهات على الكل يصلك كل ما هو جديد، وهذا الشيء يحفزني إني أكثر مقاطع وينشط القناة في وقت أسرع. أشكركم لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.